الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. اخويا محمد طبعا امير بس الحمد لله. وانت اخويا وشراك؟ الحمد لله رحمة ربي. والله يدوم عليك ان شاء الله. انا مولد معسكر. مرحبا بك. وناس خيار الناس ويا البنت نفس لم يدخل يدوني الحبس الى الدولي يهدر عليا بالرحمن محمد عبد القادر مدعو بار الله. يا حاج تعطيتهم زيت تعطيتهم. يعرفوني 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 يعرفوني. خاص غير ادرس ما بديتهاش. انا في عمري 36 عام مخدمين 16 عام تاع حبس امير. نهضر بالصح انا يا خويا. يا خويا قلبك يضرك تسمع هدركي معك. 16 عام تاع حبس راني خادمها ومازال راهم يتبعوا فيا ومازال متالبيني ومازال راني قاعد غير انا يا امه ما ضامنش نخرج. اقسم بالله يا خويا لا راك في البلاد. شنو نقول خويا؟ نقول لك انزل وربي يفرج على خويا. وتحياتي تحياتي تحياتي الناس معسكر مظلم تحت لسيك. ما انا عقل على محمد برالا راني معروف الى صلات لك حاجه واش ما بنتها ما دات والو. على خويا مع على خويا غير مع على خويا غير ان شاء الله وربي يهنيك ان شاء الله وراه يدوم هناك. الله يدوم هناك. صاي ما تهضرش معايا في البوليتيك راك في البلاد خويا ربي يحفظك وربي. ماشي تهضر على البوليتيك. انا نهضر خويا انا متابع تاعك عجبني هضرتك وصاي كاع على بالهم وكاع يعرفوا كل شيء راه واضح. الله يعزك خويا ربي يعلي مقامك خويا محمد. ما يحبك خويا. هيا بلغ سلامي الوالده بزاف بزاف ولا دعينا ربي. يبلغ يبلغ عرفك شي باني عرفك شي باني والله الله يحفظك. الناس ما قلت والو انا امير دي زاد طلعت نهضر معاك ما فيها والو هذه. الناس معسكر ناس شرفه اخويا العزيز الله يحفظك. الله يسلمك خويا. والله راني خادم 16 عام تاع حبس. اسمعني والجوج مات تالي عباك عباك وين دخلوني 2009 كان في عمري 20 طون 2009 2009 من 2009 طقوني حتى 2020. ربي لو 16 سبتمبر لو 16 سبتمبر 2019 طقوني 20 يا خويا. ربي 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 يفرجها ان شاء الله خويا العزيز. ربي يهنيك. ايوا ما عرفناش كيفاش وما والله العظيم يفرجها الله يفرجها الله خويا يفرجها الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيا تهلا اللي في روحك خويا محمد. نبغي يكون متابع ليك ومتابع تاعك ومثل ما هضرتك وما راني ندير حتى حاجه وهذه هي. الله يعزك الله يعزك الله يحفظك امير. السلام عليكم. السلام اخويا صح. السلام عليكم. السلام عليكم خويا امير. واش راك خويا بابي باديدو؟ الله يحفظك يا امير. يا امير انا في حبس كبير نورمال ومن بعد كي رانا في البلاد. نحبوك ونبغوك وتحيه لك من الجي. والله يحفظك والله يطول في عمرك واي وربي يستر. انا في حبس كبير خليه يدخلونا في حبس صغير وخلاص. ما نحبش على خوتي. انا في حبس كبير انا في حبس كبير خلاص والفنا. انا حبس كبير نورمال. انا في صاله انا في صاله تاع الساز امير. وتهلا في روحك ونحبوك وكمل الى الامام. ربي يعزك ويعلي مقامك خويا بديدو. هيا خويا الله ينورك. هيا في لما خويا صح. السلام عليكم. اجري امير. هزو لك امر. هزو لك صفا. هزو هزو محبيب سن خويا واش راك؟ انتو كنت ما تحبش لي ضايف تاعك انت يا رب. ما محبسين كيفاش موجود. محبس صفر من هاك. عمي يستعملوا فيك المخزن واسرائيل و شفت كيف ما تحشمش ما تحشمش والموساد الموساد معاها واحد قال لهم الموساد راه يطبع فيها بجد ما عنديش. قال 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 لك روحت لاسرائيل صنعوا لك جنسيه واللي صنعوا لك واحد بعد تي برك خلاص. اخويا اخويا تمام صافي مستمر والله صافي الحمد لله بارك الله فيك امير. ربي يحفظك ثاني ميتك ما ربي يسترك ان شاء الله. الامام ارزدت كان ارزدت ثاني ميتك ثاني ميتك يزمن جاجر خويا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة ثاني ميتك. ايا بونويس مرحبا بك خويا رامي. لاباس امير واش راك؟ لاباس الحمد لله. سي رامي واش راك؟ راك عجبنا امير. انا في الجزائر خدتك الشباب كل راك عجبنا خويا. افضح افضح ما تراطي فيهم حتى واحد. والله يحفظك اخويا العزيز ربي يسترك وربي يحفظك وربي يعلمك. خطركش انا الشباب امير اخويا في الجزائر هنا رانا طبنا الناس كلها تحوس الحرقه بالكبير بالصغير بالشيباني بالشيباني الناس كل باغي يطروا راه مرمدونا صح صح حتى الكفيف حتى الكفيف انا نقول لك حتى الكفيف
حتى الكفيف اللي مساكين اللي عانوا معاناة جسدية وراك شفتهم كيفاش راهم مساكين راهم يحوسوا حتى هما يعطوها. ترحمنا لوالديك أمير. وصلنا لواحد المرحلة يا أمير السيد بداره بولاده يا حرق يا خوتي رانا وصلنا لواحد الموصل ليه الله من رسول الله. انت من جانب صحراء قوية؟ أنا من الشرق من باطنة أمير. خيار الناس بارك فيك. أنا وش نقول لك أمير أفضح ما تراطي حتى واحد نوكلها لك ربي لكن حكمت عليهم فويت وما درتهاش للشعب أفضح كيما رام على بضاهم اللي كيف قدري حطهم غارف خوي العزيز. أدر خوي رانا معاك رانا معاك ونسيبورتيو فيك أنا الشباب كل رانا معاك رانا نسنا وفلي لايف تاك باش نطلعوا ونكتاشفوا كيما نقولوا عليهم حوايج بزاف. ربي يحفظك أخوي ربي يهنيكم إن شاء الله وربي يفرجك. هذا ما نقول خويا رانا معك وربي ينصرك ورانا معك. ربي يفرج عليك خويا. تحياتي خويا رامي. ربي يهنيك أمير أخويا. سلام. سند الواتشر. سلام علو. وعليكم السلام. هو أخويا. علو. قلت لك رانا معك قلب ورب. ربي يحفظك ناني خويا ربي يعزك. الله العظيم الله على بالك ربي يهديهم النظام هذا اقسم بالله ربي يهديهم. عندهم زهر عندهم كورونا هذه جبناها حيرك يا خويا عندهم زهر مازال طريق طويله مازال. الله العظيم والله العظيم باذن الله راح يعاود تعاود تحيا الحاله نعاود نولوا حتى وين يتنحوا ان شاء الله ان شاء الله. يعني قاره هو فرغت هنا حومتي فرغت اللي راح بالفيزا راه اللي راح في البوطي راه ما فهمتش انا واحد ما بقى فارغه بدلوا البلاد هادي راه يحلي. شوف الناس اللي ركبت في البوطي وغامرت بحياتها يقول لك واحد المثل يقول لك ما دفعه للمر الا ما هو امر. من البحر مر يعني باش واحد يريسكي بحياته ويركب في بوطي حاجه مره ماشي سهله. بصح عرف بلي الحاجه اللي دمرتها هذيك الحاجه المره حاجه مره اكثر منها هي الحياه اللي راهم عايشينها خاوتنا سيرتو لا جونس اللي ما كاش لافونير ما كاش بون. تراك في البلاد خويا العزيز ما نخش معك في هذا السيجي. الحمد لله لك بخير وربي يحفظك وربي يفرجها عليكم وربي يفرجها على جميع خاوتنا الشباب وما بقاش كيد اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله الشباب والله يرضايا والله يرضايا. هاي طلع لي في روحك يا العزيز ناني ميرسي بوكو. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك؟ واش راك خويا امير صافا؟ لاباس وانت واش راك؟ الحمد لله. اللهم عليك الحمد خويا. خويا فضح خويا امير انا معك خويا امير. رانا معك. ما كنش قال يقول لك استر فضح تقول انا في الجاهلي افضح راهو الجاهلي يعيشك انا مروان من جايه من اقبل سميره وين راه ما كنش استر انا استنى كاع واش يا خاك غايه خويا امين. الحمد لله خويا رزق ربي يعيشك الله يسلمك على المقام خويا العزيز الله يسلمك صحة خويا الله يهدم عليكم خويا صحيت صح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خويا رفيق الدرب جاي يسلم عليك ويروح. الله يعزك اخويا مرحبا بك خويا الدرب من كيرانو. انا شفت صورة على مول الكيران. ها؟ شفت صورة على مول الكيران هو غدوة نبدل درت عشر في بصح نحيل وادي تاع الصلاة هذيك فصيح. عشر في او وجه عليك الله وبعده ويقولوا عليك بلي تقدر تنفخ النوار مره نحيوا بصح هذيك الشهر هذيك تاع البلاطه هذيك نحيها له. شوفي قلت لك شوفي غادي ما تضحكش عليك بطلش عليه الشمس تاع 2025 الشمس تاع 2025 ما تجي طلع عليه هذه والا خويا دير جيش حتى تبون ما يسحقش دوك حتى تبون ما يسحقش ضروب سكت تبون على بالك اللي ما غاديش يكمل هذا الماندا هذاك صايف راه باع صايي راك نقول لهم هانتوما هو كولوه هذه قدمها لك الطبق من دارك الله يعزك طلع لك الخير ان شاء الله. ميرسي خويا العزيز ميرسي
قلت تسيئن النوم عنده وش عنده هنا. السلام عليكم. سلام خويا، واش راك لاباس؟ بس خويا امير خايا. الحمد لله وانت؟ الحمد لله يا ربي الحمد. الحمد لله منين خويا؟ الله مبشر. انا وخيارت اخويا. الله يسلمك اخويا. الناس يا خويا انا بشر كليت فيها الملح وشربت فيها الماء. يا بيدان دول وين؟ هادي بارتو في البيدان دو في الجيدو في الدبدابة في القناة ساف في العباط لا في تابلبا لا في راك تعرفها قنت قنت اخي. يا حسرة بشر زينة صاحبي وناس زينين وناس كرما وناس يا صاحبي واللي راهم يعانوا بزاف راهم يعانوا بزاف دروك مساكين خاوتنا في السيد في الجنوب راهم يسوفوا ربي خليها على الله وخلاص. والله تفضل خويا. قلت لك هاد الخطرة صرا الفيضان ما جانا حتى حد. هاني شوف خليني ساكت راك في راك باش اسكت سي انا نهضر وحدي هذا كي نهضر كي نكون وحدي ماشي كي تكون واقف معايا. الله يدير الخير اخويا. قلت لك خدمت 4 سنين ولا في تندوف ومن بعد من تندوف كي جيت راه كي طالع التل ثاني ضربت شويه في بشار ما طولتش كنت خدام في شفت القواس اللي عند الجيدو. واه واه اول جرون بوست عند لا غروند بوست يا اخي كاين تما واحد القواس كاين واحد الحانوت كان بكري كان جيزي نعيطوا له جيزي اللي كان يبيع تليفونات فقنت في الكوان كاين واه كاين هذا ريستورو كاين واه انا مالا ثم كنت خدها في ذاك ما خدمتش فيه بزاف ومن بعد عطيتها بشار شابه والله لا تصدق تدمرها على بالك. على بالي شفت انا حطيت في الفيسبوك ولا شفتني بارطاجيت في فيسبوك شفتك ما حطيت في فيسبوك يا خويا ربي يفرجها عليكم وربي يعين خاوتنا. بارك فيك. أبغى نسقسيك سؤال برك. تفضل. شغل أنت معارض وسقلب معارض على ما نفهميش. وحنا شغل أنا نبغيك أنت ونبغي سقلاب وشغل ما نفهميش أنا. خلي كل سجو عنده موضوعه، خلي كل سجو عنده موضوعه. هاي الله يحفظك خويا. الله يحفظك خويا. الله يسهل خويا. الله يديم هناك خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك داير أميرو؟ والله رحمة ربي خويا واش راك؟ والله الحمد لله سؤال عليك. الله يسهل. صايب بقيتي ما بقاوش عايطوا لك دروك ديك الكلمة اللي مشي شابة. أمير نورمال. صايب ما بقاش إرهاب يرجع أمير نرجع ناس ملاح. يا بو سبا ما عندكش كاع حبيب على بالك. بوزو. ما عندك حتى حاجة امشي ارهابي ومدري والو عامل والامارات وقطر والمغرب شفته يا عامل وقديروا لي من داري 87 المكرر امير كيما انت 87 اخويا الله يحفظك الله يحفظك سي عبدو الله يعزك وربي يحفظك امير تحياتنا اخويا نبغوك من جد والله الله يحفظك اخويا الله يعزك ربي اودي كاهين اودي كاهين ايدي كوهين بدي كاهين كاهين مقودين وكيف يسمو افخي ادروعي قاعد بدي كاهين قاعد كل يوم يجيبوا لي اسم جديد يا ربي يضل يحوشوا لي الاسم وصح اللي تبلك امير اللي تبلك ما زال ما تحلبوش يستحمروا فيه في وجهه هو عايش في الاليزان مشيت على انت راك عايش ولا احنا راك عايش غاية ما كنت خلصوا لكم في البلاد قاعدين يطبلوا والله لا بدون ما عندهم مستحمر فيك دوك راهم عارفين اللي جون كاع صوالح يا حسره الناس قاعد تحلبوا لهم وبوصبع مازالوا كاين فئه والله لا مازال كاينه فئه امير قليله ماشي كبيره بصح الدنيا العافا قد مساغ انت واحد بصح هذوك هما اللي خضعوا لك تعرف الكوفرمون موتانا يمانيبيلي بهم بهم طريقك معايا ياسر هذوك 15 واحد اللي فوطوا الشادر بهم في التلفزيون يا شفتهم يا خويا ما بغاش يتحلب تحلبوا ربكم ذريتونا هجرتونا من البلاد بسبتكم ما شفناش والدين ماناش عايشين مع والدينا عباكم ان شاء الله ربي يجيبها لك ابو صبع والله ما ندير لا تبون ولا لا شندريع نتوما هما سبتنا كلشي نتوما هذوك كاع ما يحكموش وكاع ما يديش الكاشي تاع الجمهوريه يبدا يهضر بلي انا راي سوبا بوس بايدرو بغير شو احسن ما يقعدوا بوس بايدرو يحشوا كافيك ويجي يدفع ولا ايش غايه كيبغوا يحطوا الدجاج وما كش تاكلوا بكري كنت تاكل الدجاج مع بوتفليقه هذوك الدجاج وما كش تاكلوا يا حلو هادي بوتفليقه كان قال لهم كان يسرقوا قال لها هضر حتى بوتفليقه ياكل ويوكل لا سمح شويه
الاول قال لك تهضر حتى تموت، هذا قال لك تهضر تموت. هذا بوت في لقاء وما كان كاين انستينا خطره خطره يدير فيديو يزهر لنا شغل العقليه خطره يخرج هذاك بصح كاين شويه. هذا والو، هذا السيسي لايت، هذا حسره يبدي خليها الله خلاص يا اخويا. الله يحفظك. واش ما هو هذا ناظظ هذا الشارع هذا وين تيقول لك انت؟ هذا مازال ما يقول لك انت. ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه فرصه. لازم الشارع اسمع مكاني حتى واحد، لازم الشارع يقول لك انت. لازم تعاودوا تكسروا كيما درتوا تاع تاع واسمها تاع الجزائر، وتعاودوا كيما 16 فيفري 2022 تعاودوا تقلعوا خو. ربي ربي يفرجها ان شاء الله اخويا. يا اخويا عطوا لي عز حل اخر ورجعنا تعرت الناس والجناس كاع راهم يكرهونا. انا مش امير ديزاد ولا كش حاجه ولا فاهم، انا ندير معاك من الاخر لكم تسمعوا فين الجناس كاع راهم يكرهونا. واحد مش يحملنا غير تقول له الجيريا يقول لك او فايلنس منايا بسبت من بسبت الدوله تاعنا باسكو علاه يدعموا العرايه وكاع الشيحه وكاع هما اللي مسؤول على الجيري. سي بور سا الناس رجعت تشوفنا هكاك. قارن قارن بين قارن غير بين الباسبور تاع القوى الاقليميه والباسبور تاع الجناس. امير خويا الناس كيقول لك وير يو فروم تقول له الجيريا يبداو اسمع خليني نقول لك خليني نقول لك المعارف. قال لك احنا عندنا السياسه الخارجيه. السياسه الخارجيه يقول لك بغي باسبورك وقارنها مع باسبور تاع واحد من الخارج الكويت والبحرين والسعوديه وقطر. قارن باسبورك مع باسبور احنا تروجي. انا شو كتقول خويا هذوك كوباريون اوروبا خويا عايشين غايه هذوك عندهم الرزاق في اوروبا. باش نقول لك على هاد الناس اللي راهم يتكلموا لك على السياسه الخارجيه. اي قطر قطر عبرت بلي ولادهم قاعد يقراوا في اوروبا. انسان عادي مواطن عادي. قطر والامارات والبحرين وش كتقول امير؟ امير احنا كومبارينا مع الصومال واثيوبيا وكاع. انت شوف يا عادي مقاديش تمشي مع كوبين الحاج ما عندنا نكبوا في البوطيات ما عندناش حرف نكبوا في البوطيات. عبدو انت مش لفو مش لفاه باينه بلاك صح ما عندنا احنا امين والسمش كيما تجي كيما اربع والسمش كاينه مش خاف مش لفو عبدو لا لا الله يعزك. ومن بعد بلاك ومن بعد الحبس العربي بن هيدي يخدم الحبس يا القليط. ربي يرحمه السعادة. الله يرحمهم الابطال هما اللي يخدموا الحبس. نيلسون مانديلا خدم 27 سنه حبس يا داندو حبس للرجال. فهمت ولا ما فهمتش؟ هذاك انت كي تسرقتي لي احنا ما نسرقوش خو احنا كي ندخلوا على كلمه تاع حق التاريخ يشهد والناس تشهد. فهمت ولا ما فهمتش؟ الله يعزك الله يعزك عبدك امير وتحياتنا. الله يعزك روحك خويا عبد ربي يعزك. الله يعزك كومونتير خويا. الله يعزك الله ما في روحك والله غير نشتوك امين من القلب. الله يعلم ماشي غير هكا وصاي نقولوها بالهضره من القلب ونربحوا العيب بسبتك اللي يقول امير خاين في غيبتك قسما بالله وربي اللي راه شاهد. الله يعزك الله يعزك. الله يعزك امير تحياتنا خويا. سلام يا خويا العزيز. السلام عليكم. الله يعافيك ماما خويا تحياتي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختي. نعم. السلام. وعليكم السلام. نعم. ان شاء الله ديما ان شاء الله تكون لاباس برك ان شاء الله ربي يحفظك. الله يعز اختي الله يعزك. هذا ما كان ان شاء الله ربي يسترك ويسترك لما يمسك ان شاء الله ويكثر الرجال اللي كيما انت. الله يعز اختي فوفا ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله تهلا لنا في روحك. ربي يحفظك ربي يعطيك صحتك اختي. صح اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. داير امير لاباس؟ لاباس خويا سيدي احمد وشعب. والله الحمد لله اخويا. من كندا سيدي احمد؟ والله غير راني غير في البلاد ما نكذبش عليك. جيت كندا صح نورمال والله غير نورمال ما على بالي بحتى واحد خويا. وفيف امير وتحياتها ربي يعزك قدام. الله يعزك الله يعزك اخويا. يا خويا ما طولش عليك بزاف. ربي يحفظك تحياتي ليك والناس وهر خويا. صحي صاحبي. صحي صح. يا لا امير خويا كي راك داير؟ واش خويا عبد الصمد؟ لاباس مليحه امير خويا صوا.
الحمد لله يا خويا. اخويا تهلا في روحك وربي ان شاء الله ينجيك و... الله يعزك الله يعزك خويا عبد الصمد ربي يحفظك. ربي صح ربي يهنيك خويا عبد الصمد ميرسي بوك. السلام عليكم. سلام الله خويا محامين. طبعا امين الحمد لله وانت لاباس؟ الحمد لله راسي محمد نحتوني ماك القحبه. هاي طز هذا مكان هاكم كتبت غير في التعليق على تطلعوا لفوق وتقعد تندبون هاكم كتبت عليه في التعليقات نيبانكليها صاحبي نورمال كاع ندير لها ايبانك كتبها ونكتبها نديرها لك ايبانكلي باش مت هاي اكتبها اكتبها نديرها صاحبي ايبانكليها لك ما كاشو هذا هو لما كش ما يقدروش يواجهوك مكاش مكاش مواجه الله غالب هذاك ما حلبت هذاك ما حلبت شيات هذا هو النيفو تاع الله غالب كاش ها شوف هذه هذه باش تعرفها هذه احلام سميها روحها احلام قالت لي الدوله والله ما تسمع بك نهار يبعثوك نستقبلوك كيما العروسه المشكله ماهوش هنا المشكله دايره العلم تاع المغرب دايره التصويره تاع المغرب هذا باش تعرف الدوبه تاعهم باش تعرف الدوبه تاع عبله باش تعرف الكابران تاع عبله ما هو المستوى تاعه شوف المستوى تاع عبله ادخلوا هذا البروفيل لاني ايبانغليته ويغلط وانا عندي وعندي غلطه عندي غلطه لا غالب يزربوا ما يقدروش يصبروا يتخلطوا عليهم لي كونت كيما هذا الكابران تصيب عنده واحد 30 كونت هكا ولا 40 كونت هي دخل عندي بالكونت تاع الاخر هاي بالدليل قدامك ماشي قال زعما لو كان الاخر يستقبلو قالك قالك نستقبلوك شفت غير دروك هضرت لك عليهم هذا تصيبه قالت كابران حاكم حاكم الكوزينه ها كليك على الصوره تاع هذه احلام غادي تصيب هذا الكابران شاف داير تصويره تاع المغرب ودير اسم مسميه المروك والدنيا وعادي وهذا تصيبه كابران من دوك لي زونسيان هذوك اللي محروقين اللي ما يطلعوش القراد شفت ها ها نعاود نطلع لكم نمشي هذا وره وره نعاود نطلع لكم القومات تاعه هذا تصيبه هذا كابران في بن عكنون ها هو كابران في بن عكنون هذه غلطة من الدفاع ما تغلطش عندي يا ابو اصبع ما تغلطش عندنا الغلطة بحقها تغلط غلطة هنا باش تعرفوا بلي كاين بزاف لي كونت حالينهم اسم المغاربة وهما ماشي مغاربة وتلقاه في خلية الذوب الالكتروني وفاتحين اساميهم وحاطين تصاورهم وحاطين البلاد وحاطين كل شيء ولكن كي يجوا هنا يغلطوا عندي ما فيهاش شفتوا كيفاش اخوتي هكا باش ما يخدعوكمش وباش ما يحشوها لكمش هكا باش ما يحشوها لكمش هكا باش ما يحشيها لك حتى واحد صافي فهمتوا الكود السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته اخويا. أمير في زيت. مرحبا بك. صافا خويا صافا تيا. الحمد لله خويا العزيز. أمريكان ولا؟ لا. أمريكان خويا فلوريدا. الله يبارك. سيقلي في بالي. لا صافا كيفا؟ قلت في بالي سيقلي. سيقلي؟ واش تقصد؟ من سيق من سيق. لا لا مش من سيق مسكيك ده من الشرق. خيرنا لا بس أمريكان فيها بزاف ناس سيق. اه فيها ناس صح كاينة منها. احنا السيق احنا السيق نقولوا السيق نقولوا سيقلي كيما تقول معسكر معسكري وهر نهراني السيق سيقلي على انت انت من السيق اصلك؟ لا لا انا من مجوية تيارت خويا انا في بالي مشلخ لا خويا العسي صافي بليزير على بالك بليزير بارطاجي خويا بليزير والله صافي بليزير طلعت معك على كل حال الله يحفظك يا خويا عندك مده في امريكا عندك بزاف؟ اه انا كنت في فرنسا كنت في فرنسا
لسا عندي في الأمريكان عندي جوست عندي عام. اوكي اوكي وعجبتك الحالة تما؟ خير من البلاد. هذه هم لك محمد خويا وقد يقولوا هذا هم تقول انت هم دابا تقول لي تيار خير في فلوريدا ولا كيف؟ امير الله يحفظك امير الله يحفظك. شوف اني شوف اني ماني سياسي ماني واحد انا كما انا انسان بسيط كما لي. تفضل خويا بس انقطع عندك خويا لك في بالي ابيوي تاع الميكرو عاود خويا ما سمعتكش بصح صافي عيطولي في التليفون. اوكي قلت لك انا انسان متواضع احنا ما عجبتناش الحاله في البلد هربنا سمعت ما كانش قال لي عجبتك الله يكون امير امير الله يحفظك حاب نحكي لك واحد نبوزي عليك كيسيون بصح ما تزعفش ما تزعفش الحمد لله يكون زعما روحك انت ضد النظام ولا ضد الشعب ولا ضد المسؤولين ولا ضد انا مانيش بوليتيسيان ماكش بوليتيسيان راه نجاوب كذا انا ضد المنظومه الحكم كامله كيما راهي كاع الجماعه اللي راهم حاكمين البلاد وداخلين بها في حيط وجماعه اللي بسبتها هجرت الملايين وانت منهم وانا منهم والعديد منهم يعطيك الصحة. واش رايك يا امير واش رايك دوك المشكل فين في الشعب ولا في الدولة ولا في الغوفرنمون؟ الدولة خاطيها باسكو علاه الدولة؟ الدولة هي مؤسسات لازم تفهم اللي الدولة مؤسسات راك معايا نتكلم على النظام على المنظومة تاع الحكم اللي هي العصابة اللي حاكمة البلاد هي المشكل الشعب ما المسحو فيه حتى بروبلام كامل الشعوب فيها المليح وفيها الدنيا تروح لسويسرا تلقى حتى الشعب السويسري تلقى فيه الدنيا في امريكا اللي راك فيها الشعب المليح وفيها الدنيا ولا راني غلط؟ بيان سير ها فوالا دونك تما ما نجموش سوء التسيير تاع البلد نمسحوا فيه شعب رانا نتكلموا على سوء تسيير بلاد سوء تسيير اقتصاد تاع بلاد سوء تسيير ميزانيه بلاد هذا هو البروبليم اسكو الشعب عنده يد ولا دخل في سوء تسيير البلاد خويا ما عندوش ما يقدرش هو تسمى هنا في نتمسكوا في الناس نتمسكوا في الناس اللي يمشي نقولوا فوط عليهم الشعب ولا اللي فرضوا روحهم بالذراع راك شفت الفوط انت يا اخي حتى هما قال لك الفوط مترافيكي هما بداتهم اللي ترشحوا واللي فاتوا هما فمهم يقولوا باللي فوط مترافيكي صح ولا لا؟ صح مترافيكي ها يتبون اون بيرسون قال مترافيكي ولا راني غلط؟ اوكي ها اوكي دونك انت هاد الناس اللي فرضوا رواحهم ما نقولوش انتخبوهم شعب هاد الناس اللي فرضوا رواحهم على الشعب كي جثمه تعرف الجثمه هذيك اللي طيح على الواحد كيكون راقد في الليل يعطيك الصحة كي فرضوا رواحهم على الشعب واللي ينتقدهم يقول لي انت خاين انت راهم يدعموا فيك انت راهم يمولوا فيك انت راك منش عارف انا واش انت هما باش يبعدوا الانظار على رواحهم على التسيير تاعهم يدخلوا في دخلوا بلاد في حيط وقاعدين يقسموا في دراهم الثروات على الشعوب الاخرى والشعب الجزائري ولو يستوردوا له دروك الدجاج من البرازيل ارحم بابك انت بلاد فيها قريب 3 مليون زوج ملايين و300 ومش عارف شحال من فوق زوج ملايين كيلومتر مربع بلاد قارة ايماجيني انت تستورد الشعب هل هو مهوش قال عندك مليار نسمة زوج ملاير نسمة ولا 10 ملاير نسمة راه عندك 40 مليون ما قدرش توفر له الجيش تجيبها من البرازيل ما قدروش صح سي فري دوك ما تقدرش انت دير دي زونكار وتوظف الشباب وتوظف لي جان باش يخدموا في الدواجن وفي مش عارف الحليب تقعد ما عندكش الحليب 40 مليون جزائري وتجي تقول لي بلي انا عندي قوه اقليميه ويخافوا منا الجناس ومش عارف انا واش هنا باش تعرف بلي مشكل تسيير مشكل تاع عصابه مش مشكل تاع شعب الناس دايما الناس اللي يبغوا يبرروا للعصابه ويغطوا على العصابه يروحوا يمسحوها مسكين في الشعب الشعب صايبين حيطك سير نقزوا اي الشعب الشعوب في كل العالم خويا في البلاد اللي راك فيها ربما فيها شعب أسوأ من الشعب اللي عندنا فيها شعب مر ولا راني غلط يغريها بصح الحياه تاعهم والعداله عندهم اسكو انت في ميزك في امريكا العداله غادي العداله كيما اللي عندنا عداله في الجزائر لا اسكو انت تنجم تقبض انت تنجم تقبض بروكيرار ولا جيج امريكي تقول له هروح نعطيك تشيب وطلق لي الاخر طايح بالكونتر تاع زطله ما كاش امير نحكي لك برك الله يحفظك انا ننسى انا بدري نبوزي عليك كيسيون صافي بليزير نحكي معاك نبوزي عليك كيسيون تفضل يا ربي العزيز انا على بالك صرا في واحد الحادثه في سكيكده نحكي لك عليها واش تكون عندك معلومه انا عند سكيكده تسمع بها كاين كومبلكس تاع سوناطراك نعم انا
انا دركا انا جي 35 ما شاء الله. عندي الوالد تاعي كان يخدم في الوزين، هذا الوزين سوناطرا كومبلكس جي ان ال، بالك جماعه ان شاء الله يبارك عندك متابعين ويسمع. اون 2001 يخدم هو اجون دانترفونسيون جي ان ال، كان يخدم مع هما جروب كلش، قتلوه تما في نص الوزينه قتلوه، واللي قتلوه هذا ستان انتيليجون، انا كان في عمري الوقت هذاك 13 سنه، كنت نقرا سنه السابعه، كي اللي قتلوه بحال بالدرجه انك ما تصورش، قتلوا وحطوا بين دو كاميون تاع الانترفونسيون وكروش اللي ودار كونتاكت وكروش اللي في فيتيس ماش ارير وخليه. اوكي قتلوا طرف المغرب هكيك المهم اي تي فيكسيون بن كريم، قتل عندي ضد مجهول، هزوهم في سبعه اللي يخدموا معاه لا جيستيس ما كاين والو ما يديروش، حطونا القضيه، القضيه تاع الملتي ربي الرحمن والله نهضر حتى الاسم اللاقب، عندك متابعين نوارا جمال في فون 2001 البيتنا في جوا 2001 ما نساهش طول حياتي، تخيل تقتلوا واحد عمل معاه كومبليكس وناطراك جي ان ال تو لايك ذيس نورمال عادي ما كاين والو عادي، يجي موراها بعامين يجي انت سبحان الله ربي سبحانه كيفاه يدير، يجي ابرين ان دوزون ولا تروازون ان اكسبلوزيون، سمعتي بها ديك تاع 2001 ولا 2003 سمعتي بها؟ ايه سمعتي بها تاع 2001 ولا 2003 جي يعطيك الصحة يفلقها الدنيا كامل يفلقها اللي معاه كل ماتو اللي معاه كل ترمو ماتو كا واللي قتلو اللي قتلو ومازال حي ماتو كل واللي قتلو مازال حي مازال حي، لما رحت انايا تخيل سبحان الله بابك مقتول هذاك مقتول ويعني هذه جيانا هذه عام 63 فيها اكثر من الله اعلم 3000 ولا 4000 عامل وكل على بالها باللي ها مقتول وباللي قتل الانسان، ولما انا كبرت وليت حبيت باش نطالب حقي وقلت القضيه تقدمت، واش رايك يا امير؟ راك على رايي راك عارفه ها واش رايك احكي لي ما تقدر دير والو استاذي لما نقدر ندير والو فهمت هذه ما نحكي لك نحكي لك باش تشوف واش يبين لك ولا انه باباك قتلوه و 3000 عام اللي يعلم باللي قتلوه باللي مقتول عارف بلي راك انا 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 كي سقسيتني الاولى جبت لك على لا جوستيس خويا هكا ها حكيت لك على لا جوستيس راني فهمت خويا العزيز على بالك شنو غادي بلاد حكمتها عصابه قلت له كان جات بلاد فيها عداله مستقله تنجم تطالب بفتح تحقيق وتنجم تعاود تحيي القضيه من جديد وتعاود راك عارف بلاد تاع عصابات في عصابات هذا هو قلت انت واش هو الاخر انت في من راك تعارض قلت لك في منظومه كامله تاع عصابات والسلام احسن هذه يا خويا ربي يوفقك ان شاء الله محمد ربي يجيب الخير وربي يجيب الخير وربي يهنيك وربي يوفقك في حياتك تما ويسقد امورك ان شاء الله ان شاء الله ربي يسرك العزيز هيا فينا يا اخويا محمد صح السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لاباس خويا امير لاباس خويا العزيز والله طلعت بالكونت بون ما كوبين تاعي ماشي ماشي المراه باش ما يدوكش باش نجي نقول لك خير يا خويا ورانيش بعيد يعني كان في رانس انايا تشرفوا بك اخويا وحبيت نقول الله ربي يحفظك خو بون جماعه بون خاطيني بوليتيك خاطيني سياسه خاطيني كلش جماعه بك تاع بليدي هذوك نقول لهم بليك خاوتكم لحقوا وراهم في السونتر في اسبانيا هذا مكان وربي يفرج على بالنا بليك ما عندنا لا عداله لا بو ما عندنا والو خلينا من العداله والبوليتيك بقى لي في السوجي تاع خاوتنا تاع البليده وي خو وقت جاتك هذه الفورماسيون هذه هادي حكاها لي السيد البارح كاين بجمعه بزوج واحد فيهم يعرفه هو كان باو سوا دي زون قال لي كان يستاري معايا ايه قال لي انا حبطو لبارسلون نريكيبيرون باسكو صاحبي ما عندوش كوارت انا عندي كوارت ايه اخويا تحب دوك تحب نروحو ريسكي ونريسكي وقتاش خرجوا هادو تاع البليده وقتاش لحقوا والله شوف يا صاحبي باش نجيك من الاخر باسكو علاه باسكو كاين دي فامي اسمح لي كلام كبير كلام كبير خويا العزيز كاين دي فامي راهم يتبعوا في اللايف تاع المفقودين هادو وباش يعرفوا تاع البليده زعما كان دا تخرجوا باش ينجموا ايدونتيفيو لهم اولادهم ولا مش اولادهم ولا سي جوست هذا سيبوز باسكو راه نقول لك انا ثاني دونك سوا ديزون كاين واحد كاين جروب واحد خرج من البليده اللي راهو ديسباري لا ما يقولوا
اها نعم. ما شوف ما شنجيك من الاخر خويا العزيز، المهم الناس اللي راهي تسمع يعني، والله ماني مبرونش المشاكل هذوما. اللي خرج من تيباز على بو مرد اسلام بليده، عيط لي قال لي جات تعرفها مليح، اللغه تعرفها مليح، الهربه تعرفه مليح، واش نقدر نعاونك؟ قال لك يا ودي الفلوكه الفلانيه اللي راهم يقولوا ديسباري واش بها؟ قال لي راهم في السونتر. داكور واش حبيت؟ واش نقدر ندير؟ ما باكش واش من السونتر؟ الميريا نورمالمون، الميريا وكاين وكاين واحد كاين بون باش نقول لك اسمه ولا واسم منين خرج ولا من يعني الحومه تاعو ما على باليش. قالوا معطوني نتصور مع الجيد ما اسمه مع الجيد مع الموتور هذا كانهم طايحينو جيد والله اعلم يعني باش مشو باش ما نقم حتى واحد. واحد قال كي قريب كي لحقوا كي قريب يلحقوا بانوا الجبال والمشاكل هذوك تاع بون الناس اللي تحرقوا تاع الفلايك هذو يعرفوا خير منا. كي قريب يلحقوا قالوا ما عطوني سوق وباش يدير سيلفي سوا ديزون يدير سيلفي. لحقوا ما على باليش دوك الا كان بيعوه هذا هو الجيد ولا كي فيريفيو لهم التليفون لقاوه هو يسوق. كاين واحد دوك ما عندي لا اسمه لا وين يسكن في الجزائر، واحد مشادينه على اساس انه قيد وهو ما راهو قيد لا والو، هو حرا كيما هو كيما الناس كاع. اها واش حبيت نقول لك باك الجماعه هادو تاع البليده يا ناس. قال لك كاينه فلوكه بون جروب ماشي فلوكه جروب البليده باسكو البليده ما فيهاش بحر. اها نعم والله ما سمعتك. ايه تفضل. قلت لك على بالي بليده ما فيهاش بحر. كمل خويا كمل نسمع لك. لا انا على كل حال في انا من لوساندي نسمع شغل صافا نعرف الكوتي مليح ما غدوه ان شاء الله تاكلنا على ربي حاطين ليسبان طريق باش نليكيبيري ونصاحبوا هذا. دوك الا كش ما كانت اون انفورماسيون زايده نقدر نكتبها لك ما كان حتى مشكله. اوكي ماذا بك خويا لك اش حاجه اي معلومه عندك ماذا بك تبعتها لنا خويا. ان كاين بزاف عائلات راهم مهولين في البلاد. انا ما نجمش نكتب حاجه لو كان ما نكونش مكونفيرميها 100% باسكو على بالك الناس كي تكون مساكين على قلبهم على الجمر قلبهم على الجمر ما تقدرش تمسخر بناس ولا حرام عليك طمع ثاني ما منها سي فري بيان سير باسكو على كاين امهات مساكين على قلبهم على الجمر. ان شاء الله حنا جنبغي بيان راني بزاف طالق الخيطان تاعي بزاف في اسبانيا ديجا كنت بارطاجي دارو كل واحد ممكن مش عارف ما واش لاهي بالك في اسبانيا هو خدام في الدومين هذا خدام على مارين تاع اسبانيا باكي ديجا هو راه يشارشي لي تما هو ديجا كان ديجا بعث لي الفيديو تاع هذاك الكوبتر بعث لي بزاف لي زانفورماسيون على الناس اللي لقاوهم مام هو بعث لي على لي زانفورماسيون على هذوك خاوتنا تاع استواليتو ومازال راه يزيد يشارشي لي مازال دروك اللي مازال ما لحقناش على اسامي بون نتكلم على جماعه تاع اللي قالوا في ديبي سبتمبر بوكو بلوس اللي خرجوا في على تيبازا على بو مرداس بليتو مشي تيبازا على دلس مازال ما لحقتنا حتى انفورماسيون حتى معلومه عليهم. رانا نستناو ان شاء الله ماذا بك خويا انت اي معلومات تكون عندك ماذا بينا حنايا يكونوا سيكونوا دي فوتو دي بروف اللي نجمو باش نعرفوا خاوتنا وراهم ماذا بيك انت ما تبخلش على خاوتك مشي عليا انا على خاوتك. لا لا والله نبارطاجي ما ملي قلت على بون شوف فرانس الميريا دوك عندنا تقريبا بون نقدر نقول لك عندنا نهار طريق غدوه ان شاء الله. اه بيان سور من غامس الميريا غادي جبده عندنا جبده طريق وبون تما شغل رايح غير غدوه ان شاء الله دوك نلحقوا للسونتر هذاك بون ندخل لهم انا باسكو صاحبي مسكين ما عندوش كوارط ونشوفوا كي دوك نخرج بون سيدي تلقوا على كل حال سوا ديزون طالوا لي بيرطا دوك نسيو نروحوا كان ان دوزيام باسكو هذا اللي راح نريكيبيريوه ماهوش حاب يسمح سوا ديزون في واحد مازال ما تلقوهش قال لك يا ودي لازم نديه معايا. وي سنا بون ما فهمتش راهم يتلقوا فيهم بثلاثه بالزوج بالربعه ربي لي عالم ان شاء الله دوك من الغدو يكونوا تلقوا هذا لو دوزيام هذا نشوفوا الفلوكه دوك نفهموا من عند الناس هذو مليح مناش خرجتوا وش من البلاص اللي خرجتوا منها والموتور اسكو تقدروا تعطونا ثاني ميم لي نو احنا ما راناش راح نبيعوكم ولا ندير لكم ان بروبليم جوست باش نفورميو لي فامي تاع الناس هذوما هذا ما كان بلي راكو هنايا. اي كاين ناس والله كاين ناس والله ما يترقدوا والله دي فوا يبعثوا لي 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح يضلوا يبعثوا لي في الـ في الـ في, الـ في الفيسبوك في التليجرام في الـ في الـ في التيك توك بالمناسبه
جوست فور غوطرا انفورماسيون. شوف انا نعرف واحد الانسان يقول بون ما نجبتش اسمه على كل حال. ما ما جبتش اسمه. ما هو سيني با ان بوليتيسيان ولا انسان يعني عاد طبيعي راك انا في غربه وتنو متفهم. مزوج مع اكبر محاميه في برشلونه واسمها ماريا اللي عايشين في برشلونه ما يعرفوها واسمها ماريا اكبر محاميه في برشلونه. الصيف هذا لو مو دو جوي هذا اللي فات بون لا سي جورني تما قال لي كاين با مال دي جون اللي راهم في الحباس تاع ايبيزا وتاع بالما دي مايوركا مطيحينهم على اساس انهم سيدي جيد وما ماهمش دي جيد كاع الناس جاو حارقين. اي بصح نورمالمون دوك اسمح لي دوك يطيحوا واحد جيد كيطيحوا فلوكا ما ينجموش يدوا فلوكا جيد. غادي فلوكا كيكون فيها 15 20 واحد مثلا يدوا واحد زوج تاع لي جيد مثلا نورمالمون الاخرين نورمالمون الاخرين طقوهم يقولوا بلي فلان راه مشادين فلان ولا راه مشادين علام. بصح المشكل اباك المشكل وين راه تو انا باك مساكن اباك قليل تلقاي فهم اللغه هذه وحده. زوج نتاع تخرج نتاع على اساس انه راح يطلقوا لك صاحبك العشيه ولا غدوه صاحبك ما تزيدش تشوفه ولو كان بالك من انت متخاف ديجا اصلا تخاف تروح تسقسي تخاف تروح تسقسي بابك باسكو كاين بوليس ناسيونال كاين غوارديا سيفي دونك انت الا كان جايك في فلوكا وتلقوك يقول لك تو فاسا سالير اورا باسكو انا اللغه نفهمها مليح يقول لك لا تخرج دركا تو اميغوس ديسبويس يقول لك من بعد انت معنا بغيت اسكو راه يخرج من بعد ولا لا لا بالك كون تروح تسقسي عليه يقول لك تلقناه هو مسكين ما تلقوش او الداخل فهمتك ما تلقوش ولا ما خرجش مسكين وعباك يعيطوا بو هي القضيه يعيطوا لها بيلا وعباك تختلف من مقاطعه الاخرى تروح للباريزون الايبيزا القانون تاعها بزاف واعر كان واحد وليد بودواو حكموا له خطره مسكين 12 سنه حبس تروح للمقاطعه تاع بالما دي مايوركا عندها شغل حكم فيدرالي شغل امريكان كل مقاطعة والحكم تاعها باسكو تطلع الفوق للبرشلونة والمقاطعة الكاتالونية عندها حكم تحبط لتحت عندهم حكم واحد اخر نورمالمون تكون عندك اوني ديال على اسبانيا على بالي شوف انت اخويا كاش اي حاجة ما تبخلش على خاوتك اللي انت راك رايح تما رايح تما لاسبانيا ما تبخلش على خاوتك سيو ديزانفورماسيون ولا كما يكتبوا لي بزاف هذا الاسم قال لك خويا يعيشك إذا سمعت قول لنا خويا صلاح الدين حساونية من قالما 17 أفريل 95 زايد خرج من الارهات ماما مشوية دوك نشوف دوك نشوف أنا بارتاجيت الصديق وهذه تاع ما تخافش دوك يديوك أنا نخرج المدرسة العليا للطيران في طفراوي صاحبي ما نذكروش لاني وما نذكروش في برومو وما عنديش عشان نخاف خرجت براسي مرفع لما نيجي شغل صون كاب خوب يا خويا الله يحفظك ربي يهنيك ان شاء الله ما اللي قعدتوا في البلاد اطلعوا قايتك ما يتعب بابا ما يتعب باباكم اللي يحب يجي مرحبا به الله يسهل على كل واحد وصايب الله يسهل على الناس واحد ربي يسهل على كل واحد ربي يفتح على كل واحد ان شاء الله هيا ميرسي بوكو ثاني ميرسي اخويا السلام عليكم سلام اخويا شكرا